السنه دي بهية والنهار بعتوني في مهمه سريه لـ30 محاربه، 30 ست تعبت وداقت الالم وحربت اشرس مرض، وجه الوقت عشان نفرحها. خططنا ورتبنا بدون علمها، يمكن المفاجاه تدخل السرور على قلبها. طالعين دلوقتي لمريم تدرس، هما 2 جيران مع بعض، هنعمل مع كل حلقة مع كل واحدة حلقة بس من غير ما يقولوا لبعض. هنحاول يعني هنحاول ندخل لدي ونديها هديتها والتانية تحتها على طول. وقصتهم غريبة جدا. رحلتي مع بهية بدأت في 2015، كان في حاجة يعني حاجة ورمة في صدري، فروحت يعني واحدة صاحبتي عن ابنها جاب لي العنوان، لما كان الاعلان بتاع منى زكي كان بيجي في التلفزيون، فابنها جاب لي العنوان، فروحت اتصلت بيهم قالوا لي ادوني ميعاد بعدها بحوالي 4-5 ايام. جيت قبل الـ4-5 ايام اتصلوا بيا وقالوا لي لا تعالي بكره. رحت بورقي بحاجتي. احنا بقى هنعمل ايه؟ احنا طالعين نفاجئ مريم. شاديه تحت قاعدين معاها، ناهد تحت تشغلها وما تعرفش ان احنا جايين. احنا هنصور مريم الاول والحلقه اللي بعدها هنصور شاديه، ونتمنى انه شاديه ما تعرفش ان احنا عند مريم فوق. يعني ما تتصوريش انا يعني اما بكون راحه جلسه او حاجه، صدقيني انا يا بنتي يعلم ربنا انا ما بافور ولا بتكلم. بقوم من الساعة 5، ابقى فرحانه ان انا راحه بهية، راح وما بقعدش ما استناش دوري، تلاقيني من الدعم اللي تحت لفوق زي الفرق علوز من فوق لتحت، اقابل المهندس تامر اضحك معاه، اقابل ده اضحك معاه، اطلع اعكسهم في الدعم شويه، وانزل اسلم على ساندي اقول لها انت ما بتساليش، اسلم على ناهد. يعني بصي تلاقيني زي الفرق علوز لفه بتاع الامن، اقف معاه اسلم عليه. انا واحده من الناس لولا بهية انا ما كنتش اتعالجت، للامانه ما كنتش اتعالجت. وبعدين على طول كل 3 شهور متابعه، كل 3 شهور اشاعات، وكل 3 شهور كده اكتشفوا الغدد بدري اكتشفوا الغدد بدري. لا ازيك يا مريومه؟ حبيبتي يا حبيبتي، لا ده النهارده مش معقوله، لا هو يوم النهارده مش معقوله. احنا لابدلك في الدره، احنا بقالنا 3 ساعات قاعدين مستخبيين. ازيك عامله ايه؟